ألو نعم؟ إسراء؟ تفضل مروان بيك. بلاها لهيباك وبتتركي من إيدك وبتجي على مكتبي فورا. ما بقدر لأنه عندي اجتماع هلأ. يا الله ما لها طبيعية. خير شو صار؟ أكلت بهدلة موسى، هذا اللي صار. إيه هي حركة حلوة، مثل ما لازم يصير بأي علاقة بين اثنين. هذا بيعني إنه ماشي أموركم تمام، بس على الأقل خلينا مناح شي يوم يومين. شو هاد؟ من باب الفضول يعني، بس فيك ما تجاوب إذا بدك. أنت ليش أكلت بهدلة أخي؟ يعني مرت أخي ليش انزعجت منك؟ أيوة اللي شو عم تقول؟ انزعجت مني مو؟ لازم كون أنا عامل شي، ما هيك؟ مرت أخوك ما بتكون عامل شي أبدا أخي. دخلت بشغلة يا موسى. شو؟ دخلت بشغلة وإسراء ما بتحب هالحركات. تمام موسى، يمكن هالمرة تماديت شوي. طيب شو ناوي تعمل بهيك وضع؟ خلص زينب، أنا ما عاد قادر اسمح له أبداً يتعامل معي بهي الطريقة. من الأساس ما كان يختارني، ما في أكتر من البنات، وإذا بحبني يعني شو أعمل؟ كنت قاعدة عم بسمعه وساكتة، بس ما عاد أتحمل. خلص بكفي زودة، لازم حط له حد. هالمرة ما رح أترك الحبل بإيده موسى. غلطت هديك الغلطة مرة والنتيجة واضحة، بس هالمرة رح تكون غير. هالمرة رح تكون غير، بدل ما خبي جواتي وانقهر رح احكي وما رح اسكت، لانه ايام الاستضعاف والمسايرة راحت زينه. لعم انا ليش هيك صايرة؟ صايرة عم بحكي مثل زمرد الساحرة، حكي كله ضرر وحكم وامثال، انتي ملاحظة؟ حبيبتي انتي شو ما عملتي ما فيكي تصيري مثل زمرد الساحرة، بس وينك إسراء؟ انا معك 100% بهذا الموضوع، انتي كفي طريقك تمام؟ ما عاد في مجال للرجعة، امشي لقدام. تمام بشوفك، يلا باي باي. إيه أول مرة رح نعمل اجتماع هون، بس كان ناقصنا نشرب فنجان قهوة. والله لازم نجيب قهوة. طيب لكن أنا رح لاقي مكان. يلا عم نسأل ياسمين شلون رح تكتبين. أنا على الأقل طلع ما في منه، رح يجيب لنا قهوة كلياتنا. طبعا مشروع الشوارع العامة عطى نتيجة أحسن مما توقعنا يا شباب. يا سلام، كثير حلو هالحكي. وبدي نوه على شغلة، نحن عم نخطط إنه نكبر نطاق الخريطة بخصوص المناطق اللي عايشين فيها طبقة العمال. يعطيكم العافية. الله يعافيك. أهلين فيك مروان بيك. إذا ما عندكم مانع فيني شارك بهالاجتماع؟ طبعا مروان بيك تفضل، مننبسط فيك كتير. من كمل؟ بما أنه قسم الملعب مانو معروف بشكل واضح وصريح من قبل العمال. أهلين مروان. وفي تعليقات ضده، واجب لأنه نكسر حاجز التعليقات والأحكام المسبقة، ولهيك نحن عم نفكر اعتبارا من بكرة أنه نأسس فرق مؤلفة من شخصين ونعمل جولة جديدة بالأحياء. وكمان نحن عم نخطط انه نشرح للعمال مشروعنا بشكل اوضح واوسع. هاي اول نقطة عنا. والنقطة الثانية، نحن عم نفكر انه نوقف جنبهم بخصوص الامور التكنولوجية، واكيد رح نساعدهم، لانه الشعار الاول عنا. شوف مروان بيك شكلك مالك مرتاح. ونحن كشركة محترمة رح انزل لتحت مشان تاخذ راحتك. نكون عبرنا عن انفسنا باحسن وجه، ماشي يا شباب؟ طيب سجلوا هاي المعلومات لانه انا عم سجل. ممتاز. ويلي بدي وضحه اكثر، إنه تقديم عروض جديدة دائما رح يوسع نطاق شغلنا أكثر، مو بس على مستوى البلد، رح يكون على مستوى العالم كمان. أنت شو رأيك بهالموضوع مروان بيك؟ بأي موضوع؟ بالشوارع العامة كنا عم نخطط إنه نوسع النطاق يلي عم نشتغل فيه، مشان هيك سألتك مروان بيك. حلو كتير، مشروع رائع وأنا شخصيا رح أدعم. ممتاز، منتشكرك كتير مروان بيك، وانبسطنا لأنك شاركتنا. وهي انتهينا، خلص الاجتماع هلأ يا جماعة، بتشكركم كلكم. شكرا لكم العافية. لا ما رح بسرعة بسرعة. يلا لا تعرف تجي مروان بيك لو سمحت فيني احكي معك بموضوع بسيط. في عنا خطة كتير رائعة بخصوص الشغل. اسمعني يلا استاذ، شو رأيك إذا منخلي الألوان غامقة شوي؟ اسمعني مروان بيك، شوف فكرتي. إذا نحن حيان بس قول 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 مروان بيك، أنت كلمة وين رايح عم نروح سوا؟ خليني أكمل لك. نحن إذا إسراء شو عم تعملي؟ كيف شو عم بعمل؟ صباح الخير. صباح الخير. إسراء تعي معي تعي.
إسراء شو عم تساوي؟ ما عم ساوي شيء، انت اللي عم تساوي. ليك يا حبيبتي، نحن ما رح نقدر نوقف دقيقتين بدون هرب وخناق وخوف. شو صار لك؟ قلت حبيبتك؟ على فكرة مو أنا اللي عم بلش بالخناق، أنت دائما عم تخلق المشاكل وما بعرف شو السبب. تمام، بس أنا عندي سبب عم يخليني أعمل هيك. طيب ليش ما بتقلي شو هو وبتريحني وبتريح حالك؟ تمام، أنت معك حق، ماشي، ضغطت عليكي وزودتها. إسراء، ليكي أنا عندي ثقة فيكي وبقراراتك لآخر نفس، وهذا هو المهم. تمام؟ شو رواء؟ رواء، شفت بعينك الشغلة بهالبساطة؟ وبعدين أنا مبارح مو قلت لك ما بنحكي دقيقتين مع بعض إلا ومنتخانق سوا؟ وإنت قلت ما بيهم وبيصير هيك شغلات، وإلا ما نلاقي طريقة نتفاهم فيها. شو صار اليوم؟ شو اللي تغير؟ شغلات كتيرة، مثلا أنا عم حبك أكتر من مبارح. سمعت؟ كأنه في حدا جاي بعد هيك، ما بدي حدا يشوفني معك. أنا مليت كتير من هالوضع، ما عم نقدر نحكي دقيقتين على راحتنا. برافو مروان، والله أنت مسيطر على الوضع. برافو مروان، برافو. يعطيكم العافية. أنت شو ها موسى؟ ليك بدي أسألك سؤال، أنت فاضي هلا؟ طبعا. على علمك المسا مروان عنده شي اجتماعات مشغول؟ يعني حسب ما بعرف ما في. ايه منيح، تمام، بدي اعمل له مفاجأة، لهيك كنت عم بسألك. اصحك اصحك تقول له شي وتنزع لي المفاجأة. والله ما بقدر. لا بدك تقدر، لاني بدي اعمل له مفاجأة حلوة. خليك ساكت، اوعك تقول. طيب باي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون اول من يشاهدها.